لا تقتصر أنشطة إيران غير الشرعية والمنافية للقانون الدولي على تصنيع وتصدير الصواريخ والأسلحة للجماعات الإرهابية فحسب، بل تمتد لأنشطة مالية غير شرعية. أنشطة إيران المالية غير الشرعية تبدأ بتزوير الوثائق والمعاملات بستار من شركات قانونية، ويقوم الحرس الثوري بتصيد شبكات صرف العملات الأجنبية لصالحه، إضافة لشبكات غسيل الأموال التي بدورها تعيد ضخ المال للحرس الثوري الإيراني. أبرز هذه الأنشطة غير المشروعة مؤامرة حاكها الحرس الثوري مع الحاكم السابق للبنك المركزي الإيراني لتمويل حزب الله الإرهابي في لبنان. تمت المؤامرة بالاتفاق بين حرس إيران الثوري وتحديداً فيلق القدس مع ولي الله سيف الحاكم السابق للبنك ومعاونه في قسم المعاملات الأجنبية علي ترزلي للتعتيم على حوالات مصرفية لبنك البلاد الإسلامي في العراق، وبدوره يقوم الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بتحويل كافة الأموال إلى مندوب حزب الله اللبناني محمد قصير. لعبة إيران بالتحايل على المصارف ومحاولات الدخول والتحكم بالنظام المالي العالمي لدعم مشاريعها الخبيثة في المنطقة تصدت لها وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية وتوقيف أكثر من 700 شخص وشركة ثبت تورطهم بعلاقات ومعاملات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني من خلال تحويل الأموال لأذرع إيران الإرهابية في المنطقة.